يتعاقب الليل والنهار على اليمنيين، تشرق الشمس وتغرب، يتغير الزمن ويتحول، بينما تستمر جرافة الموت الحوثية في إلحاق الضرر بالطفولة في اليمن من أول قرية ريفية إلى آخر طابور مدرسي في المدينة. أسر يمنية كثيرة باتت مكلومة تحيط بها أحزانها، والبعض باتت ذكرياته معلقة على الجدران، إضافة إلى الأحزان المعلقة في قلوب الأمهات، تلك القلوب الفارغة من الحياة حينما تأخذ الميليشيا الأطفال لتعود صورهم المحرزة بشعار صرخة الموت. التجنيد الإجباري العنوان الجديد لجرافة الموت الحوثية التي وضعت الشعب الفقير بين خيارين أحلاهما بمرارة الصبار، التجنيد الإجباري أو دفع مبلغ 200,000 ريال لمن لا يذهب إلى الجبهات، ومن أين سيدفع مواطن بلا راتب هذا المبلغ؟ لم يقتصر الأمر على التحشيد بالزوامل التي تقول بعضها حيا بداعي الموت، التحشيد هذه المرة وصل إلى مرحلة الضرب على العظام، وباتت شخصيات دينية في منابر التحشيد توزع صكوك الجنة على طريقة وعاظ أحمد ياجناه إبان الحقبة الإمامية. ناقوس الموت الحوثي هذه المرة وصل أبواب المدارس، وباتت عدسات الكاميرا للهواتف تنقل حالات الانتهاكات اليومية التي تقوم بها الميليشيا بحق المدارس والمدرسين والمدرسات في مشهد سافر غير مألوف في أعراف اليمنيين وتقاليدهم الراسخة. لا حماية للطفولة في اليمن، رغم توقيع اليمن على البروتوكول الاختياري لحماية الطفولة، والذي ينص على أن حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة من تأثير ضار ومتفشٍ للنزاع على الأطفال، وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة السلم والأمن والتنمية. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بواقع الطفولة في اليمن والعالم لا يبدو أنها لوحت بأي عقوبات أو إدانات واضحة لميليشيا الحوثي التي باتت المهدد الأول للطفولة في اليمن، ووصل الأمر إلى أن تحشد الأطفال للحرب على مرأى ومسمع من العالم.